اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونرحب في بدايه هذا اللقاء بالناقد الرياضي البارز الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ محمد. زحمه، خلينا نبدا قبل اخبار، هنتكلم كتير عن اخبار النادي الاهلي واستعداداته واستراتيجيات العمل في الفتره الجايه والاتفاقيه الخاصه باستاد النادي الاهلي وكل هذه الامور اللي جمهورنا اكيد مهتم بيها ومتابعها الى ابعد مدى. بس خلينا يعني نبدا مع حضرتك بالنقاط اللي اختتمنا بيها فقره الاخبار. شايف الدوري الانجليزي ازاي؟ المنافسه الدوري اتحسم ولا لا؟ بنفس الدوري المصري. دي مجامله. دي مجامله يا استاذ محمود. بنفس الدوري المصري، يعني بنفس الدوري المصري الانجليزي. يعني انا عايز اقول لك حضرتك دلوقتي بقى في جمهور، الجمهور المصري بقى رقم واحد عنده الدوري الانجليزي في نسبه المتابعه والمشاهده. نسبه المتابعه. يعني انتشار، يعني ظاهره الكافيهات دلوقتي والاصدقاء ما بتقابلوش، مش كمان يعني صلاح عمل الحاله دي وجوده مع ليفربول، لكن ايضا كمان متعه الكوره. جوارديولا مع مان سيتي وكمان مانشستر يونايتد وتوتنهام، بقى عندنا لعيبه مصريين ولاعيبه وفي لعيبه مصريين واستون فيلا. يعني عاوز اقول لك ايه، بقى في حاله. يعني لما اقول لك تعالى نتقابل، طب بص انا اتفرج على ماتش كذا، طب بعدين ياتي بعدين ممكن ايه، شويه الدوري الايطالي، شويه الدوري الالماني، الاسباني، شويه الدوري الاسباني. طبعا الاسباني ده يعني اسباني عشان حاله تانية يعني خالص، بس هو اللي بينتقد فيه بس ان هو الكلاسيكو، ان هو المنافسه بين فريقين الباقي كله بقى. لا يعني يمكن في دلوقتي بقى في يعني حاجات تانية بقى الناس بتهتم بيها. يعني ليفربول ومانشستر سيتي بقى ماتش من الماتشات اللي الناس تتواعد عشان تتقابل، ديربي خلاص الناس ماتشات من الماتشات المهمه. فاللي انا عايز اقوله انه الدوري الانجليزي دوري كامل العدد، جمهور فيه، روح فيه. يعني عاوز اقول ايه، متعه الكره في الجمهور. الجمهور ده هو صوت. بتتمنى تشوف ده في مصر؟ اتمنى طبعا. بص احنا استادات المليانه يعني والحركه، احنا لا بص حضرتك، احنا ممكن نعمل الكلام ده، عندنا امكانيات نعمل الكلام ده، بس عاوزين نخرج من الشرنقه دي، نطلع كده يبقى عندنا ايه، شويه ثقه. يعني ندي ايه، ندي مثلا، شوف احنا بنحكي من امتى، من بعد حادثه بورسعيد في تطوير الملاعب. شوف قد ايه، يعني دخلنا في كام سنه، احنا داخلين في 15، في كام 17، كام سنه دلوقتي؟ لا سبع سنين احنا بنحكي في الموضوع، ما عملناش يعني الملاعب، ما خدناش الخطوات دي الا لما الدوله قررت تطور مع كاس. يعني مثلا تم تطوير الملاعب، نكمل بقى النظام اللي كنت عاوزه بقى. لما يبقى عندك بطوله زي كده وفيها جمهور، ما ده بيخلي القيمه الماديه بتاعتها بتعلى، نجوم، ناس بتتابع، تعرف تطور، تجيب لعيبه. ما انت بص المشكله انك انت كمان عندك الاجيال اللي طالعه بتلعب في ملاعب صامته، فلما يشوف 50-60 ألف لو لعب بره مثلا في افريقيا بيتخض، بيبقى المنظر بالنسبه له ايه، مرعب، محتاج ضغوط نفسيه. ده الكلام ده بيبقى على مين؟ على اللعيب بتاعك، على الحكم بتاعك. رغم انه في يعني حكام، انا عجبني جدا شجعت محمود البنا في مباراه الديربي المغرب في كاس محمد السادس، يعني الرجاء والوداد، حضور مرعب، واربعه اربعه، ومباراه من مباريات المجموعه، مباراه عالميه عالميا وضغط، تحت ضغط كبير، وكان عنده توفيق كبير من ربنا في اتخاذ القرارات. فعاوز اقول لك ايه، احنا مش اقل من ان احنا يبقى عندنا كده. وعاوزين، عاوز اقول، شفت الجمهورين قريبين ازاي من بعض؟ يعني ما فيش فاصل بالصوره يا جماعه. يعني خلي الرياضه في الرياضه، ودعوات النعرات التعصب اللي بيحاول البعض يلعب عشان يعيش عليها يقتات على التعصب بين الجماهير. سؤال مباشر جدا، الحل في مصر عند الناس ولا عند المسؤولين؟ لا عند المسؤولين، عند الدولة ولا لا عند المسؤولين؟ عند المسؤولين، عند القانون يا استاذ محمد. انت يا جماعه، هو القانون مش عملنا قانون الشغب ولا ما عملناهوش؟ مش عملنا قانون الشغب في قانون الرياضه وحاطين بنوده؟ يعني اسالك سؤال، احنا كنا في نهائي افريقيا الاهلي وصن داونز في 2002، ايه يعني ما الملعب قبل المباراه بساعات ملا، بعد المباراه انتهت كل واحد روح لبيته، ما فيش. يعني عاوز اقول لك ايه، مساله ان الجمهور مثلا المباراه الساعه 8 والجمهور يروح يقعد من الساعه 1، ده شيء مرهق ومش موجود في العالم، مش موجود في العالم. يعني المفروض ايه، المباراه الساعه 8 الجمهور راح الساعه 6، عارف مكانه، معايا تذكرتي ومعايا حاجتي، لكن ما اروحش الملعب الاخير قاعد مكاني، وبعدين تقول لي ده الملعب بتقفل من جوه. ما دي بقى، ودي شكاوى كانت من جماهير. لا دي شكاوى اساسيه ما اتغيرتش، خلاص انا حضرتك، انت حضرتك طرحت 60,000 تذكره خلاص والناس اشتريتها، ازاي ال 60,000 دخلوا جوه و 15,000 معاهم التذاكر؟ ازاي حد معاه تذكرته وتصريحه ما لقاش مكان له جوه الاستاد؟ يعني ضبط الامور، ضبط شويه، ضبط الامور. لا ممكن نعمل الكلام ده، وعندنا الملاعب مهيئه، وعندنا الناس. بنقول ايه،
انه كفى انه الشرطه الجهد اللي بتبذله مجهود كبير عليها. طب هنكمل كلامنا لما حضرتك خدتنا المنطقه مهمه جدا في الحوار، فهتنقلنا لاتفاقيه النادي الاهلي وفكره وجود استاد النادي الاهلي والاتفاقيات اللي بيتم توقيعها من اجل ان يكون هناك استاد بيمثل النادي الاهلي بقيمته بتاريخه بجمهوره كل شيء، وتطبيق اول فريق في مصر بيطبق المزيد من معايير الاحتراف اللي المفروض تبقى موجوده عند كل الفرق، استاد النادي الاهلي. وهنرجع نكمل كلامنا شويه عن ملاحظات حضرتك الفنيه على شكل وخريطه المنافسه في الدوري الانجليزي هذا الموسم، شايف ازاي اتفاقيه الاهلي واستاد الاهلي؟ طبعا هو الاهلي موجود، يعني مساله انه يبقى في ملعب نادي ده حلم متاخر من يعني من سنين جمهور الاهلي بيحلم انه يبقى عنده ملعب. خطوه اتاخرت لكن خطوة كويسة، بس يعني اللي مش عاجبني الضجة الكبيرة يا جماعة ده الأهلي، يعني إيه يعني الموضوع، يعني أعتقد إنه دي نقطة في بداية تحقيق الحلم الأساسي اللي هو بناء الملعب. يعني ماشي، دي يعني خطوة من الدولة مهمة جدا إن يبقى نادي كبير، ماشي، بس في بيراميدز خد عمل الخطوه دي قبل النادي الاهلي في ملعب الدفاع الجوي، مع الفرق ان بيراميدز ما عندوش جمهور، لكن الاهلي من وجهه نظري يعني يستحق اكتر من كده. جمهوره الكبير العظيم ده الرائع يستحق اكتر من كده، يستحق انه يبقى له مكان يحافظ عليه، يستحق مكان هو الجمهور بتاعه، يعني المكان بتاعه بشخصيه يعني النادي شخصية الاهلي. النادي الاهلي المساله برضو يا استاذ محمد اتعملت وكانت مفاجاه لناس كتير، ما كانش يعني امر متوقع. ملعب السلام تم تطويره، على فكره الملعب ده كان ملعب عشب صناعي ترتان الفتره اللي فاتت قبل كاس الامم، وتم تطوير الملعب وتعمل بشكل كويس وتطور وتعمل فيه كلام كتير جدا. طيب حضرتك بتقول كان نجيل صناعي، كان نجيل صناعي وتم تطويره قبل عشان كاس الامم. طبعا، وكان دايما يقول لك لو هتلعب على العشب الصناعي ورايح افريقيا العب ايه، تدرب مثلا ايه في ملعب في ملعب انتاج الحربي بالسلام. فانا عايز اقول لحضرتك انه دي خطوه يتبعها خطوات. يعني كان انا كنت اتمنى انه ما يتمش اعلان تفاصيل الكلام ده كله الا لما يتم توقيع العقد رسميا واستلام الملعب رسميا ووضع شعار الاهلي رسميا، واذا كان ده فعلا انه هيسمى فعلا ملعب النادي الاهلي ولا هيترك، لانه انت من امبارح بعد المباراه لغايه النهارده شفت انت كم البيانات اللي صدرت اللي برضه خلت ناس كتير بتسال وبتتساءل عن ايه، طب ايه الموضوع، يعني وضحوا لنا الصوره، هل كذا، هل ده حقيقي، ده تم ما تمش، طب لسه في قرار، طب ايه الاستعجال. لا، الاهلي ما تعملش معاه كده، ما دام الاهلي قرر حاجه ومجلس ادارته بيجتهد وبيحاول يعمل حاجه كويسه للنادي كان يتم اعلان التاجيل. ما خلاص الحروف الاولى تم الاتفاق وتم مساله التسليم والتسلم، هيتم في شهر البروتوكول يعني كله، البروتوكول كله يتم مره واحده. هنعمل خطوه، لكن خطوه تفاصيلها تتضح يا جماعه ان يوم 1 مارس أو يوم 1 فبراير خلاص الملعب ده هيتم تسليمه وهيديله فلان وهيبقى مسؤول عنه بتاعه، والاهلي هيعمل اللمسات بقى الخاصه بالشكل يعني والديكور والتجهيزات يتم كل شيء. تجهيز، لكن كخطوه خطوه مهمه جدا في ظل الظروف دي. خطوه جمهور الاهلي تعب، يعني ارهق في برج العرب اللي اتحمل ضغط كبير جدا كمان، وطالب بحاجه واحده يا جماعه، يعني عاوزين نخرج من دايره ان تحدد لي الجمهور 10 يعني خلاص. انت دلوقتي الملعب ليه لسه الاشكاليه دي موجوده يا استاذ محمود؟ يعني النهارده النادي الاهلي بيبادر وبيعمل خطوه بالاتفاق مع الدوله، يعني عمليه رابحه لكل الاطراف وفيها جزء كبير من فلسفه الاستثمار الرياضي وملء الاستادات بالجمهور، وانه زي انديه العالم الكبيره اللي عندها شعبيه تقدر بالملايين زي النادي الاهلي، يبقى النادي الاهلي على نفس النهج ده نادي محترف في كره القدم وعنده جمهوره وعنده استاده، كل تطبيقات المعايير الدوليه. يبقى ان ده لابد ان يترجم بشكل ناجح لما الجمهور يملى الاستادات، يعني والاستاد ده مش هيبلور الخطوه دي الا وجود الجماهير بالساعه الكامله للاستادات. ايه اللي معطل الخطوه دي؟ بص حضرتك، اتبدات الخطوه بتاعت تذكرتي، خلاص انت بدات بقى تمنهج انه مش هيدخل الملعب الا اللي معاه البطاقه، في امان اكتر من كده؟ خلاص هنا يتم يا استاذ محمد المزيد من التامين، وده هتاخد مننا وقت شويه، محتاجه جهد. الامن الداخلي للملعب مش الشرطه، الشرطه المفروض دورها وجهدها يتوقف حول تامين الملعب من الخارج. داخليا، وعاوز اقول لك ان احنا قلنا الكلام قبل كده وهنعيده تاني، ان احنا بعتنا ناس المفروض تشوف وقعدت في اوروبا شافت الناس بتعمل ازاي. يعني انت لما تيجي تسمع الناس يقول لك مثلا في الدوري الانجليزي لما جه خدوا قرار منع جانب من المدرج من
ايقافهم 6 شهور. دي ناس معاه بطاقات بس صدر من جانب ده مثلا هتافات، او صدر واحد رمى مثلا موزه او عمل مش عارف اي تصرف حاله خارجه، اي تجاوز، في كاميرات، في مراقبه. ما انت لازم تعرف الواحد حدوده عشان يلتزم بيها. لازم تعرفه اللي عليه، يعني اللي ليه واللي عليه. يعني لازم تحطه وتبقى ايه، مثلا في جنوب افريقيا، في ماتشات في جنوب افريقيا فوجئنا واحنا داخلين مثلا تلقى في صور ناس مجموعه لوحه كبيره جدا محطوط عليها علامه اكس، ممنوع من الدخول مثلا شهر، ممنوع من الدخول 6 شهور، ممنوع من الدخول 3 شهور، معروف هو فين ورقم البطاقه بتاعه، والمخالفه يعني اللي ارتكبها ايه. يعني عاوز اقول ايه، انت هنا بتحط وبتحمي ملعبك وبتحمي رياضتك وبتحمي الشكل كمان، وبتحمي النادي، بتحمي جمهورك، وبتحمي جمهورك. لما يكون عندك جمهور مثلا، لو جينا في الدوري المحلي قلنا يا جماعه خليها خطوه اولى، لما يبقى الماتشات الاهلي على ملعبه تبقى جمهور الاهلي فقط، لما يبقى الاهلي راح يلعب بره يبقى يلعب جمهور الفريق اللي هيلعب هو اللي يدخل. يعني عاوز اقول لك ايه، لغايه ما الامور يعني ايه تتحسن تدريجيا في العلاقات، لانه احنا عندنا ازمه حاليا. احنا على ما يبدو انه اتفتحت علينا كده الدنيا مره واحده، خاصه يعني الفيسبوك، فيسبوك والسوشيال ميديا عامله عندنا حاله من يعني صوره خطيره على مجتمع على ما يبدو تفكك اخلاقيا نتيجه اسباب وحاجات كتير جدا. يعني مش مجالها ان احنا نحكي فيها لانها معروفه، محتاج حاجات كتير، مفاهيم واخلاقيات والاسره والمدرسه صفف والجامعه اتعامل ازاي مع اي خبر مؤكد اي خلاف مؤكد. بينه وبينك مع خلاف في الراي اتعامل ازاي، خلاف بينه وبينك هينتهي في السوشيال ميديا بالشتيمه والسباب قليل قوي. المجتمع شكل لغته اتغير، لا اتغيرت خالص. يعني بعد 2011 ربنا يبارك فيها عملت يعني طلعت حاجه ما كناش متوقعين ان الامور تصل، كمان زادت الامور لحاجات كتير جدا لا مجال ليها الان. فانت الخطوه في اساسها نقطه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا، ولكن وهتشعر، ولكن نحتاج الى عشان الخطوه دي جهد النادي الاهلي فيها مع كل الاطراف اللي هي شريكه في هذا البروتوكول او هذا العقد من الدوله، واللي بنعمل حاجه صح الهدف ده. بص نعمل حاجه، لا إيه؟ نعمل حاجه صح يا ما نعملش حاجه صح. نعمل حاجه صح يبقى داخل الملعب في امن مسؤول. بمعنى ايه؟ انت عندك البيكه الواحده في الملعب فيها 500 مقام مترقم، ومين اللي قاعد عليه؟ وبتبقى في ناس مسؤوله امن الداخلي اللي هو مسؤول، ال 500 دول مسؤول عنهم 5 وعارفين واصحابه يتعرفوا ده مين قاعد. ده يقول لك ده فلان غاب عن الماتش، يعني لما تيجي تسال ناس بره يقول لك ده فلان ما جاش، ده طب مش عارف. يبقى عارفين الاماكن وحافظين بعض، بقى في علاقات ما بين الامن حتى الداخلي وبين الجمهور. في نقاش، الامر ده شيء مهم جدا. التجربه دي ممكن نعملها واحنا ناس على فكره رغم كل ده كنا لا في طيبه، رغم كل المشهد في ناس كويسه، في ناس عاقله. الطيش والشباب ده ممكن برضه بوجود ناس اللي عندها خبره تقدر تلم، تقدر تعرف قيمه انك انت بتحب الاهلي. حب الاهلي ده مثلا ده ليه شروط، ليه شروطك بتحبه ما تاذيهوش، مسؤوليات عليك مش انت جاي تاذيه، جاي تهدف ضده، جاي تعمل مشكله مع الحكم مع الفرق المنافسين لانه يلعب بره ويلعب جوه. لا انت رايح تشجع رياضه فتهتف، تحب فريق تغني له، تغني اللعيب، مالك انت بالمنافس تهتف ضده. فانا عاوز اقول لك ايه، الحاجات دي هتيجي فين؟ هتزرع هذا الانتماء من خلال انه يبقى اصحاب في الملعب، انه في مجموعات رايحين عندهم هدف، عندك طموح انك انت تروح تشوف فرقه الاهلي وتقرب، تشوف الناس اللي انت بتشوفهم في التلفزيون شفتهم في الملعب، وعاوزك انك تصل الى مرحله ابعد، عاوز تروح مونديال الانديه، عاوز الناس دي تحترف بقى. يعني في هدف ليك. من يعني يملك قرار عوده الجماهير بكامل طاقتها؟ ما بتكلمش عن 2000 او 5 او 10 زي ما حضرتك قلت، ده بالنسبه لي ما اسموش عوده الجماهير، يعني ده بالنسبه لي لسه شكل تجريبي، لكن احنا بنتكلم عن عوده الجماهير الكامله زي ما بنشوف في العالم كله. من يملك القرار؟ هل نحتاج الى قرار من وزاره الرياضه بالتعاون مع اللجنه الاولمبيه او اتحاد الكوره اللجنه المؤقته؟ هل هو قرار سيادي مطلوب؟ هل المسؤوليه تقع على عاتق المسؤولين في الانديه ولا على الجماهير نفسها ولا على الاعلام؟ مين اللي عنده كله الحلقه الرئيسيه في الموضوع؟ الكل شريك في الموضوع ده، وان القرار قرار يعني سيادي، قرار سيادي من لكن لما انا اديك الفرصه عليك انك تحترمها. انت التزم بقى ازاي الفرصه دي لما اديها لك وانت تضيعها، او يحاول حد يدخل وسطك بينك وبين عشان يبوظها عليك، لازم انت تبقى واقف انك ترفض الكلام ده. يبقى رغبة انك انت تطلع اللي عاوز يبوظ الدنيا، انه لا الشخص مش يعني مش مرغوب فيك دلوقتي. يبقى عندك هدف، مساله
يعني دور الجمهور حضرتك شايفه مهم في انه ينجح التجربه؟ طبعا ده شيء اساسي جدا. لو الجمهور ما حسش بخطوره الامر بالنسبه له ان هو مهدد ان هو ما يدخلش ملعب تاني يبقى مش عارف قيمه اللي بيحصل. لا، في ناس ممكن يبقى لها هدف، هتقول لي بحسن نيه بسوء نيه متعصب مش عارف، لا انا ليش دعوه بالكلام ده، انا ليا دعوه انك انت رايح الملعب يبقى راح تشجع فرقتك. بتهتف ليه ضد المنافس؟ بتهتف ليه؟ كان تقدر تحدد من خلال الملاعب، لو بقى عندك خلاص تحدد ده ملعب فلان وده ملعب فلان، وبقت كاميرات وبقى في شغل هيتعمل. انا بقولها لك اهو، مع مباراه مع اثنين مع ثلاثه مع اربعه تستطيع انك انت تحد من الكلام ده، تستطيع انك انت لما تاخد قرار هات لي قرار اتطبق على الشغب من بعد ما اتعمل القانون. يا جماعه هنطبق امتى؟ طب ادوات التطبيق يقول لك ايه؟ اتحاد الكوره يقول لك مش مسؤوليتي. طب مسؤوليه مين؟ يقول لك مسؤوليه وزاره الرياضه، وزاره ده مش مسؤوليتي، مسؤوليه اتحاد الكوره، اللجنه الاولمبيه، ده مش مسؤوليتي. امال مسؤوليه مين؟ طب وفي العالم لو احنا بناخد تجارب العالم، انا بكلم لا تجارب العالم التجارب اللي بتطلعوا عليها كصحفيين، اللي بيدير اللعبه مين يا ريس؟ اتحاد الكوره حاليا، اتحاد الكوره. وعشان نخرج ونقف اتحاد الكوره المفروض التفكير، واحنا قلنا قبل كده وقلنا هنا الكلام ده في المنبر هنا الاعلام بتاع النادي الاهلي، قلنا يا جماعه انه حان الوقت للاتحاد الكوره الحالي انه يفكر من دلوقتي خلاص يا جماعه لابد من رابطه الانديه المحترفه، لابد من رابطه محترفه مسؤوله بكامل عدتها عن الدوري، ويطلع اتحاد الكوره بره. اتحاد الكوره مسؤول عن المنتخب، عن المنتخبات، عن كاس مصر، لكن الـ 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 البطوله دي هي الاخطر والاهم، وهي المنبع الرئيسي للمنتخبات والداعم، والبطوله اللي هي صوره البلد اللي الناس بتتابعها بامانه شديده، لابد انها تحظى باهتمام، تحظى بالتطوير من التحكيم، من الاداريين، من المراقبين، من الجمهور، من توفر. ده انت مطالب انك تغرق الجمهور عشان يجي، يعني انت اصلا الناس ما بتجيش، يعني انت فاكر يعني الناس واقفه بالملايين، انت المفروض تقدم له شيء ان هو يجي يشجع، يجي يملى، تعرف تبيع بطاقاتك، بطاقه الموسميه، يبقى عندك خلاص. لما يبقى عندك ملعب هتبقى خطوه مهمه جدا زي الاهلي. يمكن هو الاهلي بدا المساله دي من 10 سنين على الاقل، بدء البطاقه الموسميه، ودي كانت خطوه مهمه جدا، بتعمل روافد ثابته للنادي، بتعمل شكل، بتعمل حاله من الانتماء ان انا محافظ عليها. فاتمنى انه حضرتك بتقول، يعني حضرتك وضح لي لو ده اللي تقصده ولا، انه الى ان ياتي هذا الحين ان تشكل رابطه انديه المحترفين في الدوري المصري، تبدا تفكير بالنسبه للموسم لحد الوقت ده كل المسؤوليات تقع على عاتق اتحاد الكره اللي لسه مصر على انه يدير اللعبة. طبعا المسؤوليات عليه، لانه لا يقبل منه رد ان مش مسؤوليته. لا ده مسؤول، مسؤول عن حمايه مسابقته، مسؤول عن حمايه القانون، مسؤول عن حمايه لوائحه، وان مساله انك انت ما تقوليش تعمل تبدا لي البطوله مثلا زي ما كان بيحصل، البطوله تبقى بادئه بلائحه وتيجي في نص الموسم تقول لي صغيرنا اللائحه، اصل معلش الراجل اللي نزل حط نقطه على الحاء وحط مش عارف الف جنب الميم. لا، يعني انت ما دام تحترم عشان المسابقه ما عندك قويه يبقى انت راجل تكون قوي، والقوه تكون على الاهلي، على الزمالك، على اي نادي. لانه يعني عاوز اقول لك ايه، لما تبقى قوي يتم احترام القانون واحترام المسابقه. الانديه الكبيره عاوزه قوه، مسابقه ناجحه عاوزه التزام، عاوزه تحكيم عادل، والتحكيم العادل مش هيجي غير بانه ايه، في دعم قوي جدا في ظهر الحكام. يعني هل كل الصلاحيات والمسؤوليات المتروكه والمتاحه لروابط انديه المحترفين في الدوريات العالميه المحترفه حتى الان المفروض اللي يطبقها؟ انت راجل متابع الدوري الانجليزي، هات لي مدرب طلع قال تصريح ضد التحكيم في الدوري الانجليزي يملك الشجاعة. لا لو حصلت بيتوقف او يعني بيتعاقب، يعني عايز اقول لك ايه، عقوبه يعني ماليه كمان إيه؟ هنا في ايه؟ مفيش هزار، مفيش اسميها يعني اللي بيحصل مع التحكيم وفلان كذا لا مفيش. ما دام هي دنيا خلاص، ما انت خلاص ما دام اهدرت كرامه الحكم خلاص، فخلاص هيتبقى مباح لكل شيء ان واحد ايه يقدر يعمله، يقدر لعيب يشتمه، يقدر لعيب يطول عليه، ما مش هياخد معاه قرار. ليه بقى حضرتك؟ لانه احنا هنرجع نقول ايه؟ طب هو فين دور المراقب اللي متعين من لجنه المسابقات عشان يكتب تقريره؟ طب هل هو كان امين وعنده ضمير لما كتب التقرير واللي شافه بعينيه؟ ولا التقرير بيتغير حسب التليفون؟ ما هو خلاص انت بتتكلم على بطوله انت بتبوظها، وبعدين تقول اصل التحكيم. لا، انت لابد. هل الامور مشيت من بدايه الموسم ده يا استاذ محمود زي ما تم تقديم وعد والتزام بيها من القائمين على امور اتحاد الكره حاليا او ما يطلق عليه اللجنه المؤقته، اللي قالوا ان الدنيا هتبقى اكثر وضوحا وانتظاما من بدايه الموسم ده، من بدايه تولي المسؤوليه؟ يعني بص عاوز اقول لك، البدايه كانت مبشره بمباراه الصبح وعوده الجمهور لكن الدنيا اتلخبطت بعدين، لانه برضو عشان اكون معاك صادق برضو القرار مش قرارهم، تبقى في حاجات يعني خارج عن الاراده، يعني هم عاوزين اكيد عاوزين ينجحوا، لو مش عاوزين ينجحوا ده تبقى مصيبه. يعني انا عاوز اقول ايه،
يكفي عمرو الجنيني لو عمل حاجه واحده. يكفي الناس يعني ايه؟ الناس هتقعد تذكره انه عمل حاجه. من وجهه نظري ابرز حاجه يعملها انه يفصل يعني مسابقه الدوري عن اتحاد الكوره. يعني يكون في قرار من في الترتيب اللي بيتم حاليا في اللائحه الجديده اللي بتتعمل انه رقم واحد في المساله انه الموسم الجاي هو بدء انطلاق دوري رابطه المحترفين. واللي هيبقى الرابطه وشروطها، يا جماعه ده احنا جبنا خبراء من بره عشان نعمل رابطه ما اتعملتش. احنا جبنا وقعدنا ندرس وتعبنا نفسنا ما فيش حاجه مش عارف. حضرتك بتطلب من اتحاد الكوره انه لو عمل واحده بس انا بقول لك اهو الفنيه والماليه انا بكلمك لا بطوله منفصله بطولتك هي البطوله الاغلى المفروض يبقى عندك بطوله ما دام انت شايف دلوقتي. دي حاجه الثانيه انت في البطوله الحاليه والدوري المصري اللي احنا شايفينه اما في حاجات فنيه محتاجه انك انت نقف قدامها كتير زي محمد لا ابدا يعني انت لما تفتح لي الباب للمحترفين عندك اربع لعيبه محترفين هتقول لي ده احتراف يا عم وخلاص يعني ده في انديه فيها سبعه ما ده تاثيره على المنتخب والمنتخبات بعدين يعني ما انا هدي فرصه دلوقتي ما عنديش راس حربه مين راس حربه في منتخب مصر؟ سؤال طب مين باك رايت؟ طب مين باك ليفت؟ طب مين الديفندر؟ طب مين يعني مش يعني هنخش في كلام انت واضح تاثيره على المنتخب زي ما انت شفت بتدفع فاتوره اهو يا جماعه يعني مش المساله ان انا احنا ما خدناش في افريقيا وتسيدنا افريقيا غير بالدوري المحلي كان عندنا محترف واثنين صحيح على الصوابع انت جه وناس دي خدت تجربتك وتعلمت منها ممكن زامبيا اشهر حاجه عملتها مع هيرفي رينار لما خدها وخد بيها بطوله افريقيا قال لك محترفين دوري محلي قوي منتظم وكان عندك دوري مصنف وكان اقبال جماهير ورغم كل شوف عاوز اقول لك رغم كل اللي كان بيحصل لكن في مسابقه قويه يعني حيه فيها لها روح يعني في احداثها اصالتها بتقدم لعيبه بمستوى انا بكلمك فانت في حاجات كتير المهم جدا انك انت تسمن وتثمن البطوله بتاعتك وكون تفكير يعني هل حضرتك مع قرارات يمكن ان تاتي زي القرار اللي فات اللي في وقت من الاوقات قلنا مش هنستعين بحراس اجانب تاني عشان مستوى حراس مصر والمنتخبات يعني منعنا موضوع الاستعانه بحراس اجانب اللي كان بدا يزيد ويتكرر كتير حتى مع حراس مستواهم كان اقل من حراس المصريين في كثير من الاحوال يعني الا في استثناءات قليله هل حضرتك بتتمنى ده مع اللعيبه ولا حد اقصى اثنين لا لا في اقصى كل يعني اقصى حاجه اثنين اقصى حاجه اثنين يعني ما تزيدش الامور لانك انت زي ما انت شايف الصوره واضحه قدامك شايف المستوى بتاعنا عامل ايه يعني احنا حتى في تراجع على مستوى لا تراجع حتى بقول المواهب قول يعني عديد قول لي مين المواهب اللي طلعت والشباب اللي طلعوا يعني عندك المنتخب الاولمبي ده شوف قد ايه بيتجهز لو هتيجي تاخد من تشكيلته على الاقل هتاخد ست عناصر تضمهم للمنتخب الاول على الاقل ست عناصر باقي بعد كده في ايه انت غايب عن بطولات الناشئين في افريقيا ما بتروحش كاس عالم كل ده ليه تأثير كل ده ليه رد فعل هتقول لي تسنين هتقول لي كده انت اين القاعده انت اتحاد الكوره اتحاد الكوره يعني لما انا يعني افصل الدوري لرابطه محترفين دور اتحاد الكوره ينصب على الناشئ وتوسيع القاعده من اجل البحث عن المواهب والبحث عن المواهب مفيش لحد هيبقى هيلعب كوره هيدفع فلوس ده انت محتاج تديله فلوس انت محتاج تدور محتاج تزود الملاعب في الاقاليم وفي القرى وفي الكلام ده مش موجود انت المفروض تبيع البطوله باغلى عشان تصرف منها على ناس ثانيه هتجيب لك عشان تحافظ على التواصل لكن انت دلوقتي منتخب في افريقيا شوف من كام سنه ما فيش بطوله الانديه دوري الابطال شوف المشكله اللي احنا واقعين فيها اهلي وزمالك مش عارفين شايفين المنظر ازاي وشايف انت الوضع ازاي التحكيم وشايف وضع ازاي الفرق الثانيه مدعمه صفوفها ازاي في حاجات ثانيه المساله على ما يبدو ان افريقيا لن يكون الحسم داخل الملعب فقط حسم بيتم من بره يعني في امور ثانيه انت شايف ان في مشاكل كتير قوي في مشاكل كبيره في الاداره وفي التحكيم بص عاوز اقول لك على حاجه لا في مشاكل وفي صراعات داخل الاتحاد الافريقي هو الاخوه في المغرب دلوقتي يمتلكوا الزراعه الاقوى ومعاهم الاخوه في تونس هيدافعوا عن حقوقهم انت مش عاوز تتفرج احنا دلوقتي داخلين في صراعات مع بعض بدل ما احنا نتحد ككره مصريه مع بعض ونوقف وقفه انه اللي بيحصل ده لا ويبقى فيه لازم يبقى فيه حياديه ويتم الضغط على الاتحاد الافريقي من صالح الكره المصريه والكلام ده هنقعد بقى ننتظر بقى في كل مباراه نجيب نبعت شكوى في حكم ونستنى مش عارف حكم ونختار حكم طب ايه البديل يا استاذ محمد؟ لا وقفه مع الاتحاد الافريقي لا تنازل عن السماح ان لا يجب ان احنا نسكت على اللي بيحصل لا يجب ان يمر ما يحدث الان لابد ان احنا نتابع بعين عين كده شاخصه واضحه لاحظ اللي حصل امبارح في ماتش الوداد وسان داونز
ده ازاي هدف زي ده يتلغي؟ يعني باي منطق؟ يعني ده مقنع ازاي؟ يعني دي كرة؟ هل ده يعني هل ده فعلا بدء تنفيذ الوعد؟ من يقوم بالوقفه اللي هي مطلوبه لحضرتك بتقول؟ لا لا لا، نادي بحجم الاهلي ولازم يبقى فيه من انديه تانية. انت عندك يعني المفروض الزمالك والاهلي، وعندك يعني الانديه بتاعتك المصري، وعندك بيراميدز وانديه تانية من الفرق ممكن تضم عليك. لكن المساله تترك انه مجموعه بعينها هي اللي يعني اختيار الحكام بعنايه واختيار مش عارف، لا 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 مش هينفع كده، لان يتم تطويل. بقت عامله زي دوري مراكز الشباب، معلش احنا خسرت البطوله دي هنديك البطوله الجايه بس عدي بس انت الليله. ايه الكلام؟ طب هل في فرصه ان الانديه المصريه ومؤسسات الرياضه في مصر او الكوره تستفيد بهذه الفتره اللي في خلافات فيها في اروقه الكاف او الاتحاد الافريقي، وفي رؤى لبعض الشخصيات انه ضروره تعديل بعض الكوادر او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ هل ده ممكن يثمر عن شيء ايجابي او مختلف في الفتره الجايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. ازاي دوله المقر لا تمثل في الاتحاد الافريقي؟ احنا من شروط الشان الاتحاد الافريقي منصب السكرتير العام المفروض مصري، السكرتير العام حاليا مغربي معاذ حجي. احنا تم استبعادنا بصوره يعني، لا ده محتاجه وقفه. كامل احترامي على وجود مع كامل احترامي لوجود هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي، ده حاجه، وقواعد الانشاء حاجه تانية. ازاي منصب سكرتير العام؟ قيل يا استاذ محمود رضا عن النقطه دي، وحضرتك صحح لي لو ده خطا، انه كان ده بروتوكول لم يتم توقيعه غير موثق، فكره ان السكرتير العام من دوله المقر. هذا قيل انه بروتوكوليا، امر قيل شفهيا او اتفاق شفهي مش مكتوب. والله يورهولنا ازاي من انشاء الاتحاد الافريقي والسكرتير العام مصر. حضرتك بتقول اصبح عرف. ده مش عرف، لا ده اساسا ده انا سالت فيه. أنا سألت فيه يعني حد أكثر مني خبرة، قال لي لا بد من أن يكون السكرتير العام مصري جاي دلوقتي نقول بروتوكول. بروتوكول إيه يعني؟ معلش يا جماعة إحنا عاملين الاتحاد هنا بس نديكم منصب مجاملة؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني مسألة ما تتركش. طيب حد سأل نفسه العدد المصريين اللي مشوا من الاتحاد الأفريقي؟ تعرف كم مصري مشي؟ تم الأستاذ هل كان في اتجاه لإبعاد المصريين من الاتحاد الأفريقي؟ حضرتك شفت إنه ممنهج يعني؟ يا فندم تم إبعادهم. انت بتلاحظ، انت لو لاحظت كلام نائب رئيس الاتحاد الافريقي فوزي الاقجع اللي هو رئيس نادي البركان، لو الناس بتتابع تصريحاته قال لك جه الوقت اللي يتم انهاء سيطره المصريين على الاتحاد الافريقي. قال ده الوسائل الاعلام وسائل الاعلام المغربيه. طبعا وسائل الاعلام المغربيه دي كلمات واضحه وصريحه مغلفه بالدبلوماسيه، واحنا قاعدين بنتفرج وبنتابع وبنشوفه الكلام ده. وبعدين كان المساعي كان ايه؟ هو دلوقتي احمد كان عامل ايه؟ عامل خلاص مكاتب في المغرب، بيدير من المغرب مقر، خليها مش عايزين المقر، خلي المقر في مصر بس هندير من بره، هتجي لك ورقه فاكس ولا على الكمبيوتر تتبعت خلاص، دي اعمل الكلام ده. لا مش هينفع الكلام ده. يعني مساله عاوز اقول لك ايه، ما عادش فيه ترك الباب موارب، لا لابد من مواجهه. طيب يعني حضرتك بتقول انه على المستوى الاداري والتنظيمي في الكاف وعلى مستوى منافسات الكوره او المستوى الخاص بالتنافس فنيا في الملعب، لا في اتجاه ضد الانديه المصريه، ضد الانديه المصريه. بالتالي احنا بنتكلم عن المباريات والمسابقات، وعلى المستوى الاداري وكوادر الاتحاد لا لا في محاوله او اتجاه لابعاد المصريين، تم تصفيه غالبيه الكوادر المصريه الموجوده في اتحاد افريقيا. طيب كلام زي ده ويبدلها بعناصر اخرى. عفوا يعني اللي بيسمع حضرتك دلوقتي، لما حضرتك تقول كلام فيه اتهامات صريحه بالشكل ده وبهذه القوه او الحده، لابد ان اللي بيتابع حضرتك هيبقى عايز، طب يا استاذ محمود عايز تطرح ايه؟ يعني وقفه زي ايه؟ ادينا مثال لما تطالب بيه، اكيد بيتفق مع حضرتك كثيرون. ايه اللي ممكن الانديه المصريه تقوم بيه ردا على هذا العمل الممنهج ضدهم؟ لا ابدا، ده مش الانديه المصريه اللي تقوم، ده احنا اللي نقوم هنا. يعني عاوز يعني لابد من مراجعه الاتحاد الافريقي واحمد. على اي اساس تم يعني مثلا تم استبعاد عمرو مصطفى؟ ما هو القضيه اللي شغاله كده. تمام، تاخذ ذنب دوله المقر بعمرو مصطفى فهمي؟ يعني هل ليس هناك بديل سوى عمرو مصطفى فهمي؟ يعني خلاص عمل لك مشكله فبتعاقب مصر انك انت تجيب بديل مغربي؟ مع كامل احترامي للاخوه في المغرب، من حقهم، ده نائب رئيس الاتحاد المغربي والسكرتير العام مغربي. طب واحنا يعني ليه الصمت على الكلام ده؟ طب فين الاستاذ هاني ابو ريده؟ او فريق الاعداد كان بلغني معلومه استاذ محمود انه ما قبل عمرو فهمي كان ايضا مغربي، ان السكرتير هشام العمراني كان هو اللي بيتولى المنصب ده، يعني السابق على عمرو فهمي واللاحق عليه الموجود حاليا المغربي. ماشي، بعد مين سوري حضرتك، بعد ما مشي المهندس مصطفى فهمي وراح ايه لجنه مسابقات في الاتحاد الدولي، خلاص جه هشام العمراني، وبعد كده تم ايه؟ ها؟ تم الاستعانه بمين؟ عمرو مصطفى فهمي.
هل ده معناه كان المفروض يبقى فيه سكوت؟ ما كانش المفروض يبقى فيه سكوت، كان المفروض يبقى فيه ايه؟ يعني احنا قعدنا مع بعض دخلنا في صراع، ها؟ الاهلي والزمالك، عاوز اقول للناس ارتحتوا بقى، بخليكم مبسوطين اهو، عمرو مصطفى فهمي، لا طولنا عمرو مصطفى فهمي ولا دورنا ولا طولنا اصلا مصطفى فهمي، ما دام هي المساله. ما فيش حد دلوقتي بيكش صوت جوه، يعني صوتك غير مسموع. انت دلوقتي بتحاول بالعلاقات وبالضغط انك انت تدخل مثلا، يبقى جمال الغندور مثلا في لجنه الحكام، ما كان قبل كده عصام عبد الفتاح في لجنه الحكام، ما شفناش يعني. وحضرتك بتقول ان عدم تمثيل مصر بشكل جيد في الاتحاد الافريقي هل له تاثير فني على فرص الانديه المصريه؟ لا طبعا، لو طلبت بحقوقها او عداله. لا صوت يسمع يا استاذ محمد، لا صوت يسمع. يعني انت حد يخفى عليه اللي كان بيعمله طارق بشماوي؟ وهو كان عضو في لجنه الانديه، شوف تاثيره كان ايه على لجنه الحكام؟ شوف تاثيره كان ايه؟ شوف العلاقات الداخليه كان ايه؟ هل ده احنا بنطالب بكده؟ احنا نفسنا الاتحاد الافريقي يدير مسابقاته ويحترم الانديه، يحترم الانديه اللي بتصرف ملايين عشان تحقق بطوله، عشان ترتقي، عشان يبقى في عندك بطوله تضاهي تضاهي دوري ابطال اوروبا. الان كره القدم تطورت، انت عندك 12 نادي مصنفين بيلعبوا كوره، عندهم فرق، عندهم جمهور، عندهم ملاعبهم. طب ما نحافظ على الناس وندي الناس دي كل حق. لماذا لا تظهر؟ يختفي الفار في تونس، لماذا؟ بص اهو للمره الاولى، لماذا الحكام في تونس فقط والمغرب؟ الاهلي في 2017 فاينل مع الوداد بكاري جسام، الاهلي في 2018 تم تحطيم اتوبيسه واصابه لعيبته مع قله الخبره اللي دفعنا الثمن، كان المفروض ما يتلعبش الماتش، وكان معانا واقع مع بوكا جونيور، وقبل الماتش كان المفروض يبقى في عندنا ايه اللي حصل، تحكيم يعني فضيحه في مباراه النجم الساحلي، وهنعمل شكاوى والحكم مصر مش عارف طلع لي استحكام ولا انا ما بروحش، والدنيا واضحه مش محتاجه كلام. الى متى؟ حضرتك شايف ان لو استمر المسلسل ده يعني بالشكل ده عمرنا ما هنحصل على فرص عادله؟ يعني انا بكلمك يعني هات من ايدي رامو وعد بقى وحاجات تانية ما تشافتش كلام كتير. حضرتك بتقول ان ده مؤثر بشكل لا ده مؤثر بص على فرص الانديه المصريه في البطولة. ده مؤثر، لكن هل ده يخليك انك انت تحبط ويعني ايه وتستسلم؟ لا لا، لابد ان تقاتل. اعتبر نفسك انك بتلعب ضد 15، اعتبر نفسك بتلعب ضد 15، لازم تلعب كوره، وكوره بلعيبه رجاله يعني خلاص ما عادش خلاص انت من طب حضرتك شايف ازاي فنيا مباراه الاهلي والهلال واداء الاهلي في المباراه الاخيره؟ لا النادي الاهلي في مباراه الهلال ادى الشوط الاولاني شوط جيد جدا، في تطور يعني الراجل يعني كل شويه بيفاجئنا بحاجه يعني جديده، يعني لاعب فتحي في مركز 3 وتلقاه في مركز 8، يلعب اصلا مثلا قفشه في مركز 8 وتلقاه في مركز 10، يعني عاوز اقول لك ايه؟ في شغل يعني رغم التزام بطريقه اللي هي 1-4-1-4 يعني، لكن ممكن ده يعني مع فرق، لكن في فرق تانية اعتقد يعني لسه ما دخلناش في المواجهات الشرسه. شوط جيد، شوط الثاني لم يكن على المستوى، اهدر الاهلي العديد من الفرص وكان كفيل بقتل المباراه مبكرا، ولكن اهي المباريات بتعلمك، يعني خط الدفاع محتاج شغل، خط الخلفي ما زال مركز 3 من وجهه نظري محتاج اللي تحت الاثنين اللي ورا محتاجين اثنين يلعبوا مع بعض، يعني لازم في اثنين يثبتوا، ما ينفعش تقعد تبدل وتغير، لازم عشان بيحفظوا بعض وتحركات بعض. يعني عاوز اقول لك ايه، دي من الحاجات اللي في الاهلي محتاجه شغل كبير جدا. ماشي، المشكله في الاهلي وخسرته للبطولات اللي فاتت الدفاع، كان في قله الخبرات والاخطاء والهفوات في الكرات العاليه والكرات الخلفيه والكرات في العمق، دي مشكله الاهلي. راجع النهائيات وراجع الاهلي خسر قدام الوداد كان ايه، وخسر قدام الترجي في ماتش السنه اللي فاتت 3-0 كان ايه، تعرف الحدوته في لازم فاينل نشوف الحاجات دي. لا ده حتى اكتر من نجم سابق من النادي الاهلي، من نجومنا على شاشه قناه الاهلي واكتر من لقاء سواء معنا في الاهلي ليله او برامج اخرى، كانوا قالوا خلال السنتين اللي فاتوا ان يا جماعه رجعوا اخطائنا الدفاعيه هتلاقوها بتتكرر خصوصا في بطولات افريقيا، من الجبهه اليمنى للفريق المنافس والكرة العرضيه اللي بيجي منها معظم الاهداف. فقالوا حتى في خطا بيتكرر لابد من وقفه. صح، هو كابتن وائل جمعه اعتزل امتى اعتقد 3-4 سنين اربع سنين وائل جمعه
اكتر من كده؟ اكتر من اربع سنين. الايام بتجري بقى، الوقت بيجري. اربع سنين، خمس سنين، خمس سنين او ست سنين. 2014 خمس مش سنين. عارفين انت من بعد وائل جمعه تجيب وائل جمعه. شوف وائل جمعه وكان مين معاه جنبه؟ كان شادي محمد. في فترات كان شادي محمد وغيرهم، السيد. واحمد السيد، واحمد السيد وغيره. ماشي، كان عندك دفاع. انا عاوز عماد النحاس. عماد النحاس ده حاجه ثانيه. يعني انت بتدور لغايه دلوقتي الاهلي بيدور على عماد النحاس، اللي هو يعني المدافع باربع عيون، اللي يعني بيبدا الهجمه، بيبدأ الهجمة من تحت دي، عاوز بتدور على اللعب. المفروض يبقى فيه ايه؟ يعني زي ما في لجنه فنيه، دور ايه؟ ايه هو الهدف اللجنه الفنيه في الانديه الكبيره، في انديه اوروبا؟ انا المفروض لما قرب عماد النحاس يعتزل، بدون ان انا بجيب ناس بقول له انا عماد النحاس يعتزل بعد سنه، لازم تدور على بديل عماد النحاس بعد سنه، لازم تدور على بديل وائل جمعه بعد سنه، لازم تشوف مين تقلب الدنيا عشان تدور وتدفع ملايين عشان تلقى نفس المواصفات. هي دي الحاجات الاساسيه. لكن لسه هتجيب تجرب من، مش عاوز اقول اسماء ناس عشان ما اجرحهاش، لا طبعا، يعني مش عاوزين نقول اسماء لعيبه جت يعني ما كانتش تستحق، ما كانتش على المستوى. لكن عاوز اقول لك ايه، دي الهدف. ما هو هدف قطاع الناشئين يا جماعه؟ هدف قطاع الناشئين ليس الفوز ببطولات قطاع الناشئين اللي انا اعرفه. يعني ما يعني ما اعتقدش في مانشستر سيتي ولا يونايتد ولا برشلونه، يعني الفوز ببطولات الناشئين هو ده الهدف. يعني المدرب، لا، لابد ان يكافئ المدرب على حاجه واحده بس، انه يقدم لي لاعب، اديله اللي هو عايزه. مهمتك تقدم لي لاعب واثنين وثلاثه، مش انك تجيب لي بطوله. تقدم لي لاعب يفيد الفريق الاول اللي هو الرافد الاساسي عندك، اللي هو واجهه النادي، اللي هو فترينه العرض. لكن طب هلعب قطاع الناشئين وخدنا كل البطولات، طب والنتيجه؟ طب ولو قدرت اعمل معادله حق الهدفين يا استاذ، مش مشكله، مش مختلف. لكن انا بقول لك الهدف الاساسي عندك انه يطلع لي لعيبه يطلع لك كويسين. يعني عاوز اقول لك ايه، انت لازم تربط ربط فني ما بين تحت القاعده اللي عندك تحت والفريق الاول. بتطلع وتروح وتيجي، ده شيء كويس. لكن الهدف، المعالجه، فلسفتك، أو كل ده من فلسفتك الاساسيه الأول. خلاص ما عادش في وقت. فلسفتك الاساسيه انك تبحث عن النقاط الضعف اللي عندك وتدور على، يبقى مهمتك وانت بتلف وبتلعب وبتدور وبتروح النجوع والقرى، لازم تروح وتدور وتفتش وتجيب وتجرب وتحط وتسمع وتجيب ناس تبقى عندها عنين وتدفع. لا يعني عاوز اقول لك ايه، هدفك الاساسي. ها شوف انت، عاوز اقول لك على حاجه، انا يعني واحد بس ممكن اكتب لك تقرير يعني على يعني بعد اعتزال، يعني هنجيب من اعتزال كابتن ربيع ياسين، هنقول لك مين الباك ليفت اللي قعد فتره الاهلي يدور عليه بعد اعتزال، بس بعد ما ابراهيم حسن مشي هنا، شوف الاهلي قعد كام فتره. حضرتك بتتكلم عن لعيبه كانوا علامات كبيره قوي، انا بكلمك اهو عشان مش عارف ايه رقم 9 كذا كذا، امر صعب جدا. انا بكلمك اهو، انت عندك دلوقتي مثلا حسام عاشور، ده كان بالنسبه للاهلي ده لاعب من كان رقم واحد بالنسبه لمانو رجوزيه، كان حسام عاشور، وبعد كده حط وبعدين يفكر في بيت، بعد افكر فيه لقيت ضلتك. في حمدي فتحي، ربنا يشفيه، لعيب مستقبل مش الاهلي بس، ده مستقبل الكره في مصر، لعيب نص ملعب، ده لعيب عنده شخصيه، بجانب عمرو سليم. يجيب انت جاي تظبط الحته دي، اهي كان عندك مشكله في السنين في السنتين الثلاثه اللي فاتوا اهو، وعندك مشكله في رقم 10، يا دي بقى هو قفشه شويه. عاوز اقول لك ايه، الاصابات، ما الاصابات دي برضو ايه؟ فرصه يا استاذ محمود برضو الجمهور عشان النقطه دي تبقى واضحه، وحضرتك برضو تحطها في حساباتك، واحنا بنسمع تحليلك للمشهد. النادي الاهلي جمهور كبير جدا شاف انه عارف يعالج العيوب اللي كانت موجوده، سواء في الهاف ديفندرز او في مشكله انه عايز البدائل الكويسه في خط الدفاع مع الغيابات والاصابات، الحمد لله برجوع رامي ربيعه والتعاقد مع اثنين من اول يوم ليهم مع الاهلي في الملعب هم مقنعين، لكن كان عندنا عدم توفيق بشكل كبير جدا. ان محمود متولي وياسر ابراهيم يتصابوا في نفس المباراه، واصاباتهم فترات طويله، وبعدهم لاعب الكل زي ما حضرتك قلت بيقول ده هيبقى نجم جديد في الاهلي ومنتخب مصر، هو حمدي فتحي كلاعب هاف ديفندر. بيبقى في حاجات يعني ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، في امور بتبقى البني ادم موفق فيها او غير موفق. وعمر حمدي عندك كتير، يعني احمد ياسر البعار، محمد محمود في اول ظهوره مع الاهلي بعد التعاقد معاه، ففي حاجات لا يملكها النادي. هو عمل التعاقدات ودعم، والناس قالت فنيا احنا راضيين جدا عن التعاقدات، وان خط الدفاع هيبقى افضل كتير من السنين اللي فاتت، بس بيتصاب لك اثنين نجوم في الدفاع من اول مباراه اليوم، يعني من اول مباراه مهمه اليوم مع الفريق، في حاجات بتبقى خارجه عن اراده الاداره والجهاز. انا مش مختلف معاك ومش بقول لك، بس انا عاوز اقول لك ايه، بطوله افريقيا الان لم تعد، مش بتلعب في الدوري، خلاص خلاص بقى لعيبه الانديه الترجي وبتاع، شوف عامل فرقه شكلها ازاي، جايب لعيبه دوليين.
عندك مازن بشوف لعيبه كل لعيبه نجوم في منتخباتها. انا عاوز اقول لك ايه، انت لابد انك تسير عندك مشكله واخطاء عانى منها الاهلي في الفتره اللي فاتت في دفاعه، لابد من تدعيم خط يا جماعه. اذا لم تدافع جيدا فلن تستطيع ان تهاجم. الدفاع هو منطقي. طب هل حضرتك عايز شايف الاهلي محتاج تدعيمات؟ محتاج أكبر؟ تدعيم في خط الدفاع طبعا، محتاج تدعيم بجد يعني، ومحتاج فلسفه القطاع الناشئين. انا بقول اهو محتاجه يعني يبقى فيها شغل اكتر من كده، في جهد مبذول في محاولات وبيتعمل فيها شغل، بس عاوز ايه بقول لك ايه، لا محتاج زياده اكتر من كده. ليه؟ لانك انت عندك حاجات الاهلي خد فتره كده قال لك خلاص انا اعتمد على ابنائنا نطلع بقى. طيب انت ما طلعتش الجمهور مش هينتظر، انت عارف يعني جمهور الكوره قليل قوي يصبر على لعيب صغير لما بيبقى شايف فيه يعني مثلا حاجه كويسه قدام يسنده، لكن دي بتبقى سياسه مدير فني ويدفع في وقت معين تطلع لك لاعب، يطلع لك اثنين، يطلع لك ثلاثه. ما هم لما جم حسام عاشور جه مع جابوا حسام عاشور من الناشئين، جابوا عماد متعب من الناشئين، كل ده الكلام ده جه فين؟ لا قبلهم كان في دويتو ايام انا بكلمك اهو، كان في دويتو رهيب محمد شوقي وحسن مصطفى. انا بكلم يعني الفتره دي كان حسام عاشور طالع. فاللي انا عايز اقول لك انك انت في شغل بنيت الهيكل لكن لم تبني الفريق حتى الان. بنيت الهيكل الاساسي لكن لم تبني الفريق اللي هو. طب حضرتك عاوز اقول لك ايه من وجهه نظري في افريقيا، انا الدوري المحلي مش عايز اقول يعني الامور مختلفه عن افريقيا. افريقيا زي ما قلنا في حاجات تانية، في ملاعب، في تحكيم، في حاجات تانية، محتاج فرقه هدفها خلاص. طب شوف حضرتك قلت الاهلي عشان بطوله افريقيا لسه محتاج تدعيم اكبر لخط الدفاع. لا محتاج تدعيم. طيب الفتره اللي فاتت في اوساط الكوره وفي او كواليس الجمهور الاهلاوي وهو بيتكلم، الناس كان ردود افعالها سعيده جدا بالحديث عن اجتهادات، شائعات، اي حديث عن احتمالات التعاقد قريبا مع راس حربه متميز. والناس قالت ده احنا نفسنا في لعيب، احنا عندنا لعيبه كتير جدا دريبلرز عندهم مهارات بيعرفوا يعدوا بالكوره، والترقيص عندهم مهاره المراوغه عاليه جدا، بس احنا عايزين لعيب اللي هو الربع فرصه جون، اللي هو المهاجم القوي السترايكر او القناص. فده اتجاه تاني خالص، الناس كانت بتقول نفسنا في لعيب يكمل جهد المجموعه دي بقى، مجدي قفشه، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان، بنيت احمد الشيخ. بص بنيت انت الخط ده اهو، بقى عندك مثلث اهو، راس الحرب بقى في مشكله. راس الحرب ازارو، عشان كده بقول لحضرتك الكلام كان على بكلمك. راس الحرب في وجهه نظر يقول لك ايه، في وجهه نظر لما تسمع فنيه يقول لك لا ما انا اجيب اربع اهداف يدخل فيها هدف مش مشكله، يدخل فيها اثنين مش ما انا جبت اربعه. دي فلسفه وجهه نظر يقول لك ما انا بقى لازم اهاجم، انا مش هجيب عشان ادافع. ماشي يا سيدي، بس افريقيا مش كده يا سيدي. افريقيا انت كنت كسبان الترجي هنا ثلاثه، صعب جدا الاهلي يدخل فيه ثلاثه، 3-1، 3-0، طب 3-1، طب 3-2، ماشي، طب 2-1، لكن اللي حصل هناك طبعا خلاص انت يعني ايه ما صمتش، هنقول لها ظروفها وليها اللي حصل، خلاص اللي حصل. فانا عاوز اقول ايه، افريقيا الوضع بيبقى مختلف، محتاج يعني دفاع حديدي، لانه مش عاوزين نقول اساليب ومش عاوزين نقول الضغط، يعني انت عاوز لعيب يحط دماغه ولو بيشوط الكوره يحط دماغه في رجله، مش لا، لانه دي بطولات غاليه، بطولات لها قيمه، بطولات بتحطك في تصنيف اعلى. يعني الاهلي 6 سنين ما بعيد عن دوري ابطال افريقيا كتيره جدا، كتيره يعني. مصر حضرتك بتتكلم انه حتى مع الدعم اللي حصل والتدعيمات القويه للفريق في كل الخطوط اللي تمت في الفترتين في يناير او اغسطس، ان حتى مع رجوع ان شاء الله المصابين واكتمال الصفوف ياسر ابراهيم ومتولي وحمدي فتحي كل النجوم المصابين، لكن حضرتك هيبقى الوضع ده انا محتاج اضافات، محتاج اضافه في الدفاع برضه، محتاج اضافه دفاعيه، محتاج وهمومي. اضافه هجوميه. مش حضرتك عايز بدائل اكتر تبقى متاحه امام الجهاز الفني عشان ماتشات افريقيا تحديدا. الفرق الكبيره كده يعني، يعني الجمهور بتاعك مش هيستنى، لانه خلاص بقى عنده طموح نفسه. لا وكمان الجمهور طموحاته عاليه جدا، طموحاته عاليه جدا يعني، التغيير للافضل يعني، ده مراهن على الفريق يعني مع فايلر يعني كمان. مثلا خسرت بطولتين فاينالين دي ما حصلتش، انك توصل 2 فاينال ما تخسرش، والبطوله زي ما انت عارف السنه دي لا تابعها، لازم تتابعها ونتابعها كويس جدا، لانه مستوى عالي، مستوى المنافسه هيبقى عالي جدا، والتحكيم يا جماعه هيلعب دور كبير جدا جدا جدا، مش هتتحسب في الملعب فقط. حضرتك بتقول في عوامل من خارج الملعب هيبقى لها تاثير على النتائج. مش عايز الكلام طبعا. فحضرتك بتقول لابد من الاحتياط لده من البدايه. اعين شاخصه لا تغمض، يعني ايه؟ متابعه دقيقه لكل المباريات، يعني مش تتابع مجموعتك بس، لا تشوف المنافسين.
طبعا تجربة المنافسين والاهلي يحسن فنيا بشكل حتى ما يسمحش لاي حكم يؤثر على نتيجه الماتش، ما يديش فرصه الحكم يبوظ ماتش على الاهلي. ما انت لازم انت يبقى عندك ايه، لا اولا عاوز افهمك على حاجه، انت بتلاحظ حاجه لما بيجي لعيبه الانديه التونسيه بيعترضوا ما بيروحش واحد للحكم، ده بيروح ثلاثة أربعة بيعمل له بص بريشر، ضغط عليه في المغرب نفس الشيء. يعني عايزه ليه بتحفظ يعني حافظ فاهم، مش مسألة سيبك فريسة للحكم يستفرد بيك، لا لازم الحكم يشعر انه في حاجه مش مظبوطه هو بيعملها. طب احنا بنعلم اللعيب بقى هنا ايه ولا ايه يا استاذ؟ لا مش بتعلمه، لا ده لا يعلمه، لا اضغط على الحكم ولا التزم يكون نموذج النادي الاهلي لعيبته ما بتتجاوزش مع الحكام يا استاذ محمد، مش عشان الناس ما تختلطش عليه الامر، بس مش مساله انا بقول لك تجاوز، يعني خليك واعي وانت بتتعامل مع الحكم، ما تديهوش ما تروحلوش وحدك، روح اربعه روح خمسه، يعني ايه من غير تجاوز حضرتك بتتكلم من غير تجاوز؟ لا لكن انت لو تجاوز يخسرنا من عاوز اقول لك انت ما انت لما تشوف المشهد، طب هو لما حكم ادى الكارت الاحمر لايمن اشرف انت ما حسيتش اللاعب اللي جنب الحكم كان بيقول له ايه؟ هو بيكلمه بيهنيه على القرار؟ لا مش بيهنيه، ده قبل ما يدي الكارت ده التاني فكر هو لو كان قراره صح مش كان اول ما جري عليه كان طلع الكارت الاحمر ولا استنى شويه؟ لا كان حسم على طول، كان حسم على قرار احمر، الكارت الاحمر يبقى قرار حاسم، لكونك تنتظر واللي جنبك يقول لك ادي له كارت ها تبقى شخصيه حكم ضعيفه بقى اللعيب بيحركه، مش عايز يعني كلام يعني قصه كبيره، بس المهم ان يعني حضرتك بتقول لابد ان نحتاط للقادم لانه واضح انه في امور كثيره جدا فيها تدخلات او محاوله تاثير على النتائج. من هيبدا بقى تتضح الصوره بعد بدءا من دور الثمانيه، بعد دوري المجموعات، بعد دوري المجموعات، بعد دوري المجموعات بقى هيبدا بقى ايه هتتفرج بقى. طيب في الدوري حضرتك شايف الامور اسهل نسبيا ان احنا قادرين ان شاء الله فنيا وشغل الجهاز الفني تدعيمات الفريق على ان احنا باذن الله بس نكمل بنفس القوه والتركيز في الدوري، ان الامور يعني اسهل مقارنه ببطوله افريقيا. ما انا بقول لك افريقيا دي ملاعب ومشوار وسفر وجهد وعندك الاصابات والكلام ده كله. الدوري هتبقى الامور الماتشات اللي هي ذات الاهتمام انك انت تقدر تحسمها. يعني الدوري ما تقوليش خلاص الاهلي، لا لا ما حسبش الدوري لسه بدري، لسه مشوار كبير جدا، لسه عندك يعني مثلا عندك مواجهه مهمه جدا بعد اعتقد مواجهتين مع الاسماعيلي، دي من المواجهات المهمه جدا، مواجهات الاسماعيلي والمصري وبيراميدز والزمالك، هذه هي مواجهات حاسمه الدوري. يعني دي اللي هي بتتحسب بست نقط اي منافس معتبر، دي المباريات الكبيره اللي بيبان فيها قدرات المدير الفني ها وقدرات لعيبتك على الاستيعاب، لان المباريات كلها ضغط عصبي وجماهيريه وذات اهتمام وذات طابع انه الثلاث نقاط بسته. فدي ده شيء مهم جدا، فاعتقد انه الحرص على انتظام المسابقه بعد ما الاتحاد اصدر يعني اتمنى الجدول انه يتم الحفاظ عليه، واتمنى انه الجمهور يرجع يعني يبقى في جمهور في المدرجات، هيبقى فيه برضو هيبقى فيه شكل. هرجع ممكن لموضوع نشوف ممكن نشوف كوره يعني ممكن ان شاء الله ان شاء الله الامور تكون افضل، وحضرتك قلت عوده الجماهير امر يعني ضروره وامر ملح جدا في الفتره الجايه، ويتوافق مع فكره رغبه النادي الاهلي في تطبيق كل معايير دوري المحترفين في مصر، وهو بداها وهو بيكمل فيها وهو الرائد على مستوى كل انديه مصر في هذا الاتجاه من اعوام كثيره من منذ ان بدا يدعو لتطبيق دوري المحترفين من عام 2008 و2009، وقبلها طبعا كان في تجارب سابقه ودعوه سابقه من الراحل الكبير الكابتن صالح سليم، ولكن تم بلوره الامر اكتر لو تتذكر يا استاذ محمود لما تمت الدعوه او توجيه الدعوه لممثل رابطه المحترفين في انجلترا وعقد مؤتمر صحفي داخل النادي الاهلي لشرح ده للانديه المصريه، يعني ده كان تركيز اكبر من الاهلي على موضوع دوري المحترفين وتعريف الانديه المصريه بي. لا ابدا، هو الخطوه دي يمكن عملها كابتن حسن حمدي رئيس النادي وقتها عن طريق يعني مهندس خالد مرتجي وكده، واستدعوا احد ممثلي رابطه المحترفين وكان فيها خطوات تتعامل فيها خطوات شرحت عمل للراي العام وتعامل لا وتعامل فيها شغل اكتر من مره، كنت اتمنى يبقى في تطبيق. يعني ايه ان شاء الله يعني انت عمال تجيب وتدرس، طب فين الخطوه؟ فالفرصه موازيه للاستاذ عمرو الجناين، انك انا بقولها لكم هتدخل التاريخ، جه الوقت انك انت تعلن رسميا انت بتعمل لائحتك وبتجهز انه خلاص الموسم الجاي هو بدء دوري رابطه المحترفين. هل حضرتك تتوقع ان اتحاد الكوره هو اللي يعمل التعديل ده، ولا ان التعديل ده يطلب منه من الدوله من كل المسؤولين اللي بينسقوا مع اتحاد الكوره في امور الرياضه، هل هو من تلقاء نفسه هيترك الجانب الاكبر من صلاحياته او 90% منها، وهل هيعمل ده طواعيه، ولا مطلوب ان ده يطلب منه ويوضع ضمن قوانين الرياضه وضمن اللوائح الجديده؟ انت داخل في حته سؤال صعب
بس حضرتك تقدر تجاوب عليها. لا هو هو يعرض ان هو المفروض ده يكون المفروض الاساسي ان هو يبقى كده. واللي هيدير المسؤولين انه يبقى في دوري رابطه محترفين. ما رابطه المحترفين دي هتختار لها مجلس اداره. مجلس اداره ده هيعين بمقابل على فكره، مش جاي يشتغل كده طواعيه يعني. مش لازم يبقى من الاهلي ولا من الزمالك. نجاح اي شيء هو اختيار المدير الناجح، يعني انك انت تبحث عن مدير ناجح هدفه ان هو ينجح ويعمل حاجه كويسه. طبعا المسؤولين لازم يراعوا انك انت داخل خلاص في نقطه مهمه جدا اللي هي الانديه المحترفه. الانديه المحترفه دول ليها شروط، شركه كوره وملعب وحدوته كبيره يعني. من الصالح تطوير الكوره بفصل الدوري. وبالتالي لما تعلي قيمه الدوري وبدل ما ببيعه مثلا ب 500 ببيعه بمليار، اقدر استطيع ان انا اصرف على المنتخب على تطوير قاعده اللعبه من تحت. صناعه رابحه يعني. صناعه رابحه هتوفر عليا يضخ اموال. ده ايه هيخف عن كاهل الدوله حاجات الدولة مش عبء عليها. هو مصدر نجاح ده كل الكلام. خلينا نرجع للسؤال تاني ان وقتنا بينتهي. هل يمكن ان يترك طواعيه الاتحاد المصري الحالي لكره القدم؟ انا ما بحبش مصطلح اللجنه المؤقته لان هو اللي بيدير حاليا اتحاد الكره طبعا كان قصرت او طالت المده، ما هو اتحاد الكره الحالي. هل حضرتك تطالب او تتوقع ان يترك هو من تلقاء نفسه كل ما لديه ويملكه من صلاحيات ماليه او تسويقيه او اعلاميه عن كره القدم، ام ان هذا الامر يجب ان يطلب منه بشكل رسمي من خلال القوانين واللوائح اللي هتنظم الامور في الفتره الجايه؟ هو مش على سر على الاجابه مش, مش على الاتحاد الحالي على فكره. يعني بلاش اللي جاي من يلي بلاش الاتحاد اللي مش عاوزين نقول الاتحاد عشان يعني ايه انها فتره انتقاليه من الاتحاد. اقول لحضرتك على حاجه، هو سبب الاتحاد الكوره هو السبب في عدم انشاء رابطه الانديه المحترفه. هو بالتالي عمره ما هو اللي هو مش عاوز ينشئها. هو طبعا حاسس ان هو بنتنشأ خلاص اتركن، لان البطوله الاهم واليد القويه والجمعيه العموميه. يعني انا بكلمك عن المقاومه الاكبر لتطبيق دوري. المقاومه الاكبر في الفتره اللي فاتت كانت من اتحاد الكوره. العقل والمنطق يقول انه لازم ده من اتحاد من اتحاد الكوره السابق واللي قبله كان احد الاسباب ان هم مش عاوزين يطبقوها. لكن بقول لك انه الفرصه متاحه لاتحاد الكوره الحالي لانه يعمل. بقول له اعمل حاجه هتتكتب لك لانه يعني جاي فتره انتقاليه. انت جاي فتره انتقاليه مؤقته بيعدل فيها الامور. انت ممكن تستطيع انك تخطو خطوه مهمه جدا الناس بعد كده ايه تشيد بيها انك انت نقلت نقله هتفضل طول العمر. هتفضل طول العمر خلاص. لكن لو تركت الامور على اللي احنا شايفينه ده انا بقول لك اهو لن يتطور شيء. سيبقى الحال، ستبقى رهين تقرير حكم تقرير مراقب ما تعرفوش مين ومجامله اللي مش عارف ايه. لا، الدوري المصري يستحق انه يكون اقوى من كده. الدوري المصري مساله انه يبقى 18 نادي كتيره جدا. مساله 18 نادي كتيره جدا. كان المفروض يبقوا 16 وكان المفروض يبقوا 14 على فكره. لما اتعملت يا استاذ محمد 20 قال لك ده موسم استثنائي وهنرجعها 18 وبعد كده رجعها 16 الموسم اللي بعديها وبعد كده رجعها ايه. الكلام ده كله ايه كلام في الهوا كده ايه فض مجالس مجامله للناس. لكن الوضع بقى ايه وادك انت شايف ايه المستوى الفني. في فرق هبطت من الاسبوع الرابع او الاسبوع الخامس لان ما عندهاش امكانيات. يعني عاوز اقول لك ايه الظروف صعبه عليها، ما عندهاش مقومات المنافسه. ثانيا انت عاوز تبقى عندك مسابقه محترمه لما يصعد فيها ثلاث انديه تقول له لما هتصعد للدوري الممتاز هتاخد مكافاه. كل فريق هياخد زي ما العالم كله بيعمل. انا بكلم زي ما كله هتاخد مكافاه 100 مليون جنيه دعم ليك زي الدوري الانجليزي عشان لما بيصعد تتعاقد مع لعيبه. فيلا خد 150 مليون جنيه استرليني عشان يبقى عندك تعاقدات. يبقى عندك تعاقدات عشان 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 البطوله عشان بحافظ على المستوى بتاعي. ان انا عاوز بطوله ناجحه بطوله قويه، مش عاوز بطوله انت جاي ايه ضيف شرف. نتمنى المبادره اللي حضرتك طلبت بيها وحضرتك بتقول لهم ان دي مسؤوليه ملقاه على عاتقهم وانها انسب فتره او اكثر فتره مواتيه لاتخاذ هذا القرار المصيري او المحوري بالنسبه للرياضه الكره في مصر. سريعا عشان كنا بدانا الحديث مع مشاهدينا فاقل من دقيقه اذا امكن استاذ محمود صبري، نرجع للدوري الانجليزي. اتحسمت المنافسه البطوله حسمها ليفربول ولا لسه؟ لا لسه صعبه. وقت مبكر ده وقت مبكر كده. هو مين اللي ممكن ينافس هذا الموسم؟ هل ما زالت المنافسه محصوره بينه وبين مان سيتي ولا ليستر سيتي في الحسابات بقوه يكونوا في المركز الثاني حاليا؟ بص اعتقد مان سيتي رغم الفارق ال 14 دي كوره مجنونه يعني ايه ما تضمنهاش. يعني ممكن هزيمه في تعادلين تقلب المسابقه. ليستر فرق 8 فرق 14 مباراتين فوق مباراتين تحت بتعمل على طول وتوتر واصابه مع يعني في توفيق وعدم توفيق. لكن عايز اقول لك
خلينا ننتظر حتى نهاية الدور الأول. هل التعاقد مع توتنهام أو كتوالي مهمة المدير الفني لتوتنهام هي فرصة أخيرة لمورينيو؟ آخر فرصة ليه؟ آخر فرصة ليه؟ ما يحتملش خسارة. لا ما يحتملش. لا ما يحتملش. لا ما يحتملش فشل، لأنه أعتقد إن هو التجارب اللي مر بيها كمان في يعني هو كان حلم حياته وهو بيدرب بره، إن أنا أدرب مانشستر إيه؟ يونايتد. لما جه في مانشستر عمل إيه؟ فالتجربة فشلت. التجربة فشلت. فأعتقد إنه عودته لتوتنهام هذه آخر فرصة ل يعني للسبيشال وان. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري. بشكر حضرتك. شكرا أستاذ محمد. يكون سعيد. مشاهدينا بشكر الأستاذ محمود صبري الكاتب الصحفي والناقد الرياضي البارز، وبشكر حضراتكم على المتابعة. نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة، شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.